بين يحيى السنوار إلى حسن نصر الله وعبد الملك الحوثي. أشكركم على تعاونكم ونحن مستعدون لخوض حرب استنزاف طويلة. رسائل مشفرة وجهها يحيى السنوار زعيم حركة حماس إلى أمين عام حزب الله وإلى الحوثيين. السؤال الذي يثير الفضول، كيف يستطيع السنوار توجيه هذه الرسائل وهو مختبئ في أحد أنفاق غزة منذ شهور؟ بعد اغتيال العديد من قادة حماس وحزب الله بما في ذلك محمد الضيف وإسماعيل هنية وصالح العاروري، زاد السنوار من حذره، تحول إلى نظام اتصالات سري يعتمد على رسائل مكتوبة بخط اليد ورسل موثوقين، كما أن الرسائل التي يرسلها مشفرة ومعقدة وتنقل عبر عدة وسطاء، كل منهم يحمل جزءاً من الرسالة حتى تصل في النهاية إلى المستلم. تجنب تماماً أي وسيلة اتصال إلكترونية مثل الهواتف أو الرسائل النصية التي يمكن تعقبها من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. الوسطاء العرب الذين شاركوا في محادثات وقف إطلاق النار كشفوا أن السنوار يرسل رسائل مكتوبة بخط يده عبر أعضاء موثوقين في حماس الذين ينقلونها إلى عناصر خارجية أو إلى وسطاء في غزة، ثم تمرر الرسالة من يد إلى يد غالباً عبر مدنيين غير مشبوهين لتصل في النهاية إلى هدفها. بعد مقتل القادة الكبار شدد السنوار على استخدام الرسائل المكتوبة والتوجيهات الشفهية المباشرة من دائرة صغيرة من المساعدين، كما أصبح يستخدم التسجيلات الصوتية التي توزع بطريقة دقيقة لتجنب التعقب. هذه العملية المعقدة تمنع إسرائيل من تعقب الرسائل أو تحديد مكانه، لكن رغم كل هذا الحذر تبقى المخاطر مرتفعة، فأي خطأ في تأمين هذه الرسائل أو حدوث تسرب للمعلومات قد يجعله هدفاً سهلاً لأجهزة الاستخبارات وينهي مسيرته كقائد لحركة حماس. فهل يستطيع يحيى السنوار الحفاظ على سرية اتصالاته وتجنب أعين الاستخبارات الإسرائيلية؟ أم أن خطأً بسيطاً في هذه الشبكة المعقدة قد يعجل بنهايته ويصبح حكم إعدامه الموقع بيده؟